نبراس، هذا الشعار هو للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات. وقبل الخوض في التفاصيل، هناك أمر بحاجة إلى توضيح. لا يختلف عاقلان على أن المخدرات انتقلت من كونها تجارة إلى وصفها حرباً لهلاك المجتمعات. في المملكة العربية السعودية، سعت كافة الجهات الحكومية والخاصة إلى محاربتها بالتوعية، حيث تعددت الجهات العاملة في المجال الوقائي، واتسعت رقعة العمل الجغرافي كلاً على حدة. لكن الأمر ازداد سوءاً، حيث تنوعت أشكال المخدرات وطرق الاستهداف مع تطور تقنيات الاتصال، وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً للمواجهة. من هنا أسست اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والجهات الشريكة منهجاً للعمل الوقائي قائماً على التنسيق والدعم وتوحيد الجهد بين الجهات العاملة في مجال التثقيف والحماية من المخدرات. وحتى لا يكون العمل بشكل فردي، جاء نبراس ليكون نهجاً وطنياً تتبناه اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بشكل مشروع إبداعي لبناء البرامج الوقائية وتطبيق معايير الجودة في مجال الحد من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أطلقت سياسات هذا النهج بمبادرة من شركة سابك للصناعات الوطنية. الوقت الزمني لهذا المشروع لا نهاية له، ويتطلع لتحقيق أهداف عديدة، ومنها الإسهام في حد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، تفعيل دور أفراد الأسرة في المجتمع بأهمية العمل الوقائي، وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية، تدريب أكثر من 3000 مختص في مجال الوقاية الأسرية، تعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات، خفض الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات من قبل الشباب، تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لرفض قبول تعاطي المخدرات، تحقيق أحد أهداف استراتيجية سابك للمسؤولية الاجتماعية من خلال الشراكة مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. الفئة المستهدفة بصفة رئيسية فئة النشء والشباب، أما الفئة الأكبر سنا من الرجال والنساء فإن التركيز سوف يكون على النساء لقوة تأثيرهن في المجتمع. فهذا الاستهداف يكمن من خلال برامج مختلفة لتحقيق الرسالة، وبرامج المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس هي: برنامج الأسرة والطفل، برنامج الإعلام والإعلام الجديد، برنامج البيئة التعليمية، برنامج نجوم نبراس الرياضي، برنامج الشبكة العالمية المعلوماتية للمخدرات، برنامج الأبحاث التقنية، برنامج المركز الوطني لاستشارات الإدمان الرشيد، برنامج المرصد السعودي لظاهرة المخدرات. ختاماً، نذكر أن الفلسفة العميقة التي بني عليها مشروع نبراس هي توفير برامج الوقاية التي تهتم ببناء المجتمع من خلال الأسرة والطفل والشباب والمختصين والمهتمين الذين يسهمون بوعيهم وبصيرتهم بحماية ذواتهم وأسرهم ومجتمعهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. نبراس مبادرة وطنية، فكن أحد أذرعها وداعميها.